السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أم أسامة. من حلويات الزمن الجميل وجدت لكم سيجار بكوكاو رائع جدا بمقادير بسيطة، كيتوجد في وقت قصير جدا. نتمنى يعجبكم وتجربوه. ابقوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها هي كوكاو. غادا نطحنو، أنا شديتو حمرتو في الخضران قشرتو، غادا نطحنو دابا في الطحانة. ما بديت كنطحن، طحنت مازال عندي أنا 500 غرام، كنطحنها. غنبقى نطحن حتى نطحنو كامل، نكملو كامل. هو الشكل ديالها ملي كنطحنو. انا غنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الطحين ديال الكاوكاو كامل ونطلقها معكم. هنا بالنسبه للكاوكاو طحنته مزيان حتى تعجن، غنضيف ليه معلقه صغيره ديال القرفه. وهنا عندي 50 غرام ديال السكر سنيدة طحنت حتى هي، يعني 50 غرام يعني نص كاس ديال العنبة ديال سنيدة طحنتها. غندير القرفة وفي الأخير غنسل بشي شوية ديال الما زهر. غندير السكر صافي، غنبدا نخلط. هنا هو كنخلط فيه، الا شفتوه ناشف ليكم اولا شي حاجه غنشدو واحد شويه ديال الكاوكاو ونعاودو نطحنوه في هذا حتى يطلق لنا داك الزيت ديالو باش يعاوننا باش يتجمع. غندير واحد شويه هنا في الطحانه ونعاود نطحنو حتى يطلق ليا الزيت مزيان، باش يطلق ليا داك الزيت ديال الكاوكاو باش هاد الكاوكاو يولي يتجمع ليا. خاصو عيشي شويه. هانتوما كيف ما لاحظتوا ملي عاود طحنتو طلق ليا الدم ديالو، هاد لي دام ديال الكاوكاو هو اللي غيعاود يجمع لينا. لاحظتوا كيف داير صافي، كنعاود نجمع حتى نجمعو مزيان. عاد غنزيد عليه واحد المعلقه ديال الماء الزهر. هنا غنضيف واحد المعلقه ديال الماء الزهر، نكثروش من المزهر، ندير معلقة كبيرة. صافي غنعجنها مزيان. ها هو الشكل ديالها دابا، دابا راه واجدة. هاي كتحربل لينا كما لاحظتو. غنخليها تبرد واحد شوية تشرب ليا داك الزيت ديالها وندوز باش نوجدو العجين. هنا بالنسبة للعجين نحتاج، هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، غنضيف ليه واحد القبيصة تاع الملحة. وهنا المكون الثاني اللي نحتاج ليه هو قشدة طرية، عندي هنا 200 غرام. هادي هي باش غنعجن هاد 250 غرام ديال الدقيق. إلا خصنا مازال الدقيق كنعاودو نزيدو شوية، نكبها كاملة. صافي دابا غادي نعجنها. خاص العجينة تكون قاصحة شوية، شادة راسها مجموعة مزيان. صافي دابا انا كملتها، دلكتها واحد شوية، غنديرها في بلاستيك غذائي نخليها ترتاح واحد شويه، عاد نبداو نوجدو في الحلوه. هنا نجيب العجينه ناخذ غير شويه منها قياس، نرجع الاخرى البلاستيكه. الا شفتوها كتلصق ضروري ديروا شويه دقيق. باش نسرحوها
هنا سرحت العجينه، دابا غنجيب العقده نحاول نحربلها. بهذا الشكل هذا بسرعه كتلصق على العجينه، ما تخافوش منها. هانتوما صافي، كنحربلها كندورها، ندور على العجينه، نحاول ما نكثرش فيها العجينه، غير يريد يدرق لينا كاوكاو صافي، ونقطع بهذا الشكل هذا صافي. انا دابا غادي نقطع، نجيب الموس او الجراره ديال البيتزا. هانتوما كيف لاحظتوا صافي كتلصق عليها بسهوله، عاود نضغط عليها واحد شويه ونعاود نحربلها. كتجي زوينه بزاف هاد العجينه هذه ديال الكريمه. هانتوما صافي، دابا ديما هذيك الفتحه اللي كتكون ملاقيه كنديرها في التحت بهذا الشكل هذا صافي. دابا نقطعها على الشكل اللي بغيت. قطع على شكل صبيعات دائما نفس القياس. صافي غنجيب البيض وزنجلان ونتلاقى معكم. هنايا درت بيض البيض، نستمتعوا بشويه ديال الماء الزهر باش متبقاش فيها ريحة البيض، بس واحد معلقة صغيرة ديال الماء الزهر. نخلطو بالشكل هذا. عندي زنجلان بطبيعة الحال، هنا غنجيب هاد الأصابع لي درت ديال، كنغطسها بزنجلان بهاد الشكل هذا. هنا وجدت اللاطة. صافي انا غنكمل بنفس الطريقه، تنكمل العجينه ديال الكاوكاو والعجينه اللي عندي، ونتلاقى معكم ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال الحلوه اللي كملتها. ملي كملتها هانتوما خرجت لي هذه الكميه هذه، عمرت لي اللاطه. دابا غندخلها طيب في الفران على عافيه مهيله حتى طيب مزيان، تحمر شي شويه، عاد نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار اللي صايبت معكم، كيجي زوين بزاف. هانتوما كيجي فتي، نتمنى انكم تجربوه، راه مقادير بسيطه بزاف بزاف، يتوجد في اخر لحظه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما كيف ما كنقول لكم فعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ولي بارطاج مع الاهل والاحباب، وشكرا.